Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Marhaba bikoum f ma chaîne YouTube. Donc on a dwina f les vidéos li qbel ala موضوع التعرق وموضوع حرق الدهون. دابا غادي ندويو على الناس اللي كيديروا السلوفان, الناس اللي كيلبسوا بزاف, الناس اللي كيشريو لو كورس ايمانسور باش ينقصوا الوزن اولا باش ينقصوا هاد لا بارتي اللي هي الكرش. دونك الناس اللي مازال ما شافوش لي فيديو اللي كدرتهم قبل يمشيو يشوفوهم دابا عاد يرجعوا لهاد لا فيديو حيت هادي كماله ديال لي زوتر. دونك دويت على واحد لا فيديو ديال حرق الدهون من بلاصه وحده, كيفاش نحرق من الكرش, كيفاش نحرق نحرق من الرجل اولا من لي اونش ولا من اي بارتي في لو كور ديالنا. وكنت درت فيديو على العمليه اللي كدوز ديال العرق et une autre vidéo là dehun kifash ktkhruj min le corps dialna. Daba ndwiw ala nnes li kidirou cellophane et surtout le corset minceur li kthtou alih flous w tmchiou tchriou bach tjiou dirouh bach yoli andkom les abdos ou la le corps dial Kim Kardashian. Donc daba logiquement ila ktchtou les vidéos dialou arftou kifash ktharq dehun, kifash ktkhruj kikhrjou les graisses min le corps, ghadi tarfou belli le corset minceur ça sert absolument à rien. Il a jina nfikrou l'utilité dial had le corset minceur kandirouh ala krchna kanzayrou bih krchna mzyan, ce qui fait المسام ديالنا ما كاينش منين يتنفس لو كور ديالنا. عاد دوزيامو الحركه ديالنا ما كنقدروش نتحركوا اليز, يعني كيعذبنا كتولي ابان تحرك ادغوات اغوش, عاد خاصك دير معاه لو سبور. يعني من بلاصه منين كتمشي تشري كيقول لكم غادي تاخذوا غادي ديروا معاه ان ريجيم بلس لو سبور. دونك اصلا ريجيم بلس لو سبور راه كيضعف. دونك اكوا سير هاد لو كورسي مانسور, هما كيقول لكم انكم خاصكم ديروا سبور ريجيم عاد تضعفوا, حيت نتوما عارفين بلي راه هادشي اللي كيضعف ماشي لو كورس ايمانسور, مي نتوما ملي كديروا كتصحابوا بلي راه هو اللي ضعفكم ماشي الرياضه وماشي الريجيم. واللي كيزيد يحفزكم انكم ديروه هو انكم كتشوفوا ناس قبل منكم داروه ولقاو النتيجه, ولكن باش لقاو النتيجه بالسبور والريجيم. اما الا ما كانوش كيديروا سبور وما كانوش كيديروا الريجيم راه واخا يديروا لو كورس ايمانسور ما يوصلوا حتى شي نتيجه. ولكن عنده واحد الميزه هو انك ملي كديروا ولا لبستي حوايج فوق منه كيجمع لك الكرش. ابار سا انا بالنسبه ليا ما عنده حتى شي ميزه اخرى, يعني انه يضعف نو ما يمكنش انه يضعف, حيت انا اصلا شرحت لكم قبل على كيفاش كيتحرقوا الدهون. ما يمكنش بلاصه عن صيره صافي عاد تحرقوا منها الدهون, كيتحرقوش الدهون بهذيك الطريقه اولا ملي عن سخون عن حرق الدهون وصافي. نمشي ناخذ نتغطى بمانطه مزيانه ولا نمشي نسخن في شي بلاصه صافي وراه غادي نضعف نو. خاص ديما المجهود البدني هو اللي كيساعدك انك تضعف وغيجيم, يعني وحده من جوج, سواء المجهود البدني او لا الغيجيم سواء لي دو. عاد ما نساوش ان كانوا بزاف الحالات ديال الناس اللي سبب لهم فطريات وحساسيه لانه كيسد المسام ديال الجسم ديالنا. دونك اللي عندها لوبجيكتيف انها تضعف تمشي دير سبور ودير غيجيم بلا ما تعذب راسها بداك لو كورسي, حيت اصلا ما يخليكش ديري سبور وانتي اليز. دونك حيدي حسن ليك وديري لو سبور تقدر تعطي اكثر في السبور بلا بيه. بيان سور انا دويت على لو كورسي مانسور, مي انا كندوي على كلشي اون جينيرال, حتى السلوفان حتى الحوايج بزاف ما عندهم حتى شي فعاليه في النقص ديال الوزن. دونك ايفيتي هذاك السلوفان, ايفيتي الحوايج, ايفيتي بيان سور لو كورسي مانسور. انا دويت على لو كورسي مانسور حيت هو اللي كنخسروا فيه بزاف الفلوس وهو اللي داير بوم, الوغ كو هذوك لي ستار اللي كيبينوا لكم انهم لابسينهم فكيكونوا سوا دايرين دي زوبيراسيون سوا كيديروا دو سبور اي دو ريجيم, يعني ما كيديروش هذاك لو كورسي مانسور باش يوصلوا هما لهذاك الريزولتا. دونك جيسبر تحيدوا عليكم هاد لو كورسي مانسور بالنسبه للناس اللي كيديروا, حيت كنشوف بزاف في لي سال دو سبور كيديروا عاد كيبداو السبور. دونك ا ايفيتي, و جيسبر تكون مواضيعي كتفيدكم وتكونوا كتفهموا بزاف الحوايج اللي كيكون اصلا عندكم فيهم افكار غالطه.
بقاو متابعيني في الفيسبوك انستغرام سناب شات، غادي نخلي لكم في لا بار دافو. خليوا لي اي استفسارات عندكم في لي كومونتير، خليتكم على خير. باي باي.